الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أخوان الموالي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. كما تابعتوا معنا في سلسلة التزاوج الكناري، كانوا وقعوا بعض المشاكل، وراء المشاكل باقي ما سالاتش. يعني هذا الصباح سبحان الله العظيم عاوتاني ذكر، حتى هو لقيت فيه الكوكسيديوز، خصني نراجع بعض الأمور. مهم إن شاء الله يكون خير. راه درتو عزلتو، دونك كان عند التوا ديالو، نتو كانت مصوبة العش، دونك عزلتو وراه بديت ليه التريتمون اليوم. كما تعرفوا الإخوان، الكوكسيديوز أنا شخصيا تنستعمل ليها، دونك تنستخدم باي كوكس، هو اللي تنخدم به بلا دوز ديال 2 مليم في إترو ديال الماء مدة 3 أيام، وتنعطي البكتيريا النافعة في نفس الوقت. يعني كاين بعض الإخوان كما قلنا تيتسناو حتى يسالو التريتمون، أنا من النهار الأول تنعطي البكتيريا النافعة. كاين بعض النتاوي راهم صوبوا العشاش عاوتاني، وكاين بعض النتوات اللي باقين معطلات. ملي تندوي على التعطال تندوي خصوصا على النتاوي ديال 2017 اللي حنا غير تنجاهدوا معاهم وصافي، هذا ما كان. اليوم في الماء عاطي خل التفاح، ان شاء الله مع العشيه غنعطي شويه الباطي فيه فيتامين او، وغدا ان شاء الله دونك نعطي غير الكالسيوم بوحدو للنتاوي اللي مصوبات العشاش، وبالاحرى نعطي الكالسيوم لكاع النتاوي يكون حسن. حاليا الاخوان راه باقي البرد، يعني من غير المشاكل ديال الكوكسيديوز اللي تتخص بعض الطيور، الطيور باقا ما مرتاحاش، واخا موجدين ليها الضوء اللازم، ولكن من ناحيه الجو باقي البرد كما تعرفوا الاخوان، وهذا حتى الاخر ديال شهر جوج. نتمنى من الله يوفق الجميع ان شاء الله في هذا الموسم ديال التزاوج 2018، وتبارك الله عليكم، الله يسهل الامور، والسلام عليكم.